احنا النهاردة هنتكلم عن حق الأخت على أخوها. يعني الأخت دي مش بس أخت، دي أم حتى لو هي صغيرة، يعني مع أخواتها كأنها أمهم. ونفاجأ أنه الاتصالات كلها بتشتكي أن الأخت بتعيط وبتشتكي مر الشكوى، أنه أخوها ممكن يكون كالورثة، أنه أخوها مد إيده عليها، انها اتطلقت وراحت لاخوها قال لها ما ارجعي ما انا ما اعرفكيش، انه ما لهاش حد يقف لها او يحملها او يساندها. ليه يعني ايه ذنبها ان هي طلعت بنت، او انه يعني وليه دايما تبقى هي الناحيه الضعيفه اللي نيجي عليها ونتك عليها. النهارده هنتكلم عن حق الاخوات البنات، والحلقة الجاية هنفرد مساحة أكبر، لأنه فكرة الإخوات دي عايزة مننا حلقات وحلقات. ويمكن من أكتر الحاجات اللي سمعت مع الناس لما اتكلمت مرة عن الإخوات لغاية دلوقتي الناس فاكرينها، ولغاية بتكلمني عن مشاكل وقطيعة بينهم وبين إخواتهم، وبالتالي لازم نركز على النقطة دي. فضلت الشيخ أحمد الصباغ، زي حضرتك؟ زي حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتفضل. استاذ دعاء فاروق، ونعم الأخت. الله يكرمك. والصديقة العزيزة والله. الله يكرمك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك، صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد. ألف خ ت تبقى إيه؟ أخت. الأخت هي الحنان كله. الأخت هي الدفء كله. الأخت هي الأمان كله. الأخت هي الحضن الحقيقي للأخ. ولذلك هبدأ النهاردة، يا ريت تعمل لأختك مكانة في قلبك زي ما ليك أنت كمان مكانة في قلبها. تعرف يا فندم أن أعلى مكانة في قلب الست أو البنت أخوها بعد الأب والأم. تعرف الكلام ده؟ ولذلك أيام الحجاج بن يوسف الثقفي في ثلاثة أسروا في الحرب. ثلاثة إيه؟ أسروا في الحرب. فلقى واحدة ست واقفة بتبكي على الثلاثة دول بكاء مرير. فقالوا هات الست دي بتبكي ليه؟ قالت له أصل أنا كده بيتي اتخرب. قال له ليه يعني؟ قالت له أصل الثلاثة دول، خدي بال حضرتك بقى، أخويا وجوزي وابني. فكده ماليش حد، ماليش عائل. فقال لها طيب عشان خاطرك إحنا هنستسمحك تختاري لك إيه؟ واحد من الثلاثة نطلق سراحه وناخد الاثنين. تختاري مين يا فندم؟ انا بسال دعاء فاروق دلوقتي على الـ على الـ على الهوا كده على طول اهو. تختاري مين؟ اختار ابني. تختاري ابنك. معظم يعني ما لا ورانا لجوزي طبعا. هتزعلك يا استاذ عماد. معلش بس يعني طيب. خد الود. طيب معلش، بص يا فندم، ومعظم الستات هيقولوا كده. واحده تقول لك انا اختار مثلا كذا، خد بال حضرتك. لكن الست دي كانت من اذكى اذكياء العرب. كانت المفاجاه للحجاج بن يوسف الثقفي ان هي قالت اختار اخويا. قال لها طب جوزك ممكن الواحدة ماشي، إنما ضناكي ابنك اللي شلتيه ببطنك تفضلي أخوك عليه؟ قالت له طبعا. قال لها ليه يعني؟ قولي لي. قالت له يا حجاج، الأخ الزوج موجود، رجالة كتير، والابن مولود هولد غيره، ولكن الأخ مفقود. بعد كبر الأب والأم أو موتهم يا فندم، الأخ ملوش نسخة تانية. صحيح يا حبيبي. الأخت ما فيهاش نسخة تانية. ولذلك زمان لما كان الإنسان بيعطر في صباعه فبيقول إيه؟ أخ. عارف أخ ده يعني إيه؟ يعني يا أخويا الحقني. فالست قالت له الزوج موجود، الابن مفقود، الأخ موجود، الأخ الزوج موجود، الابن مولود، الأخ مفقود. جميل أوي، حفظت ما شاء الله. عارف الراجل قال لها الحجاج؟ قال لها من أجل فحاصتك وذكائك قد عفونا عن الثلاثة. خدت الثلاثة. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا فندم يحط الأخت مع بنت الواحد في 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 بوتقة واحدة، في كفة واحدة. يعني عامل أختك زي بنتك. يلي بتفضل مراتك على أختك. طبعا ما بنقسيش الرجال على مراتاتهم، لا مراتاتكم على راسكم وفي عينيكم، لكن لها حق، وأختك برضو لها حق عليك ولها واجب عليك. فأعطي كل ذي حق حقه. فسيدنا النبي وضع الأخت مع البنت. قال رسول الله، والحديث عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات، يعني خلف ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات،
ثلاث اخوات بنات يعني او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن، طبطب عليهم وخدهم في حضنه وفي دفئه كده، فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن الا دخل الجنه. وفي روايه الامام احمد يا فندم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له اختان او ابنتان فانفق عليهن، المصاريف اللي ده لاختك الانفاق ده لاختك عند ربنا، فانفق بنتان او اختان فانفق عليهن او ذوي قربة بنات قريبين ليك بنت عمك بنت خالك لانهم ضعفاء، واحتسب النفقه عند الله الا كنا له سترا من النار يوم القيامه. اللي عايز يستر نفسه من النار يتقي الله في اخته، يتقي الله في بنت خالته، في بنت عمته، في بنته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرجوا عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه. المراه بقى اما بنتا اختا عمه خاله لها ثواب كبير عند ربنا لانها ضعيفه.